في وقت يدعو فيه قادة الدول الغربية أطراف النزاع في ليبيا إلى توقيع اتفاق السلام الذي اقترحته الأمم المتحدة، أكد وزير الخارجية الليبي في مقابلة مع أخبار الآن على أهمية النتائج التي يمكن أن يصل إليها المجتمعون في صخيرات، وهو توقيع مجلس النواب على الوثيقة الأممية، وتمنى على المؤتمر الوطني اللحاق بركب الوفاق الوطني. أهمية النتائج التي يمكن أن نصل إليها هو أن يوقع مجلس النواب بالذات على هذه الوثيقة. المجتمع الدولي اليوم قلق قيمته ويتمنى على المؤتمر الوطني الذي لم يلتحق بعد بركب الوفاق الوطني، هذا من ناحية. إذا نتمنى التوقيع على الوثيقة التي أعدتها الأمم المتحدة من ناحية، ومن ناحية أخرى نتمنى أيضا استكمال تشكيل حكومة الوفاق الوطني التي أعلن فقط على يد المبعوث الأممي السيد برناردينو ليون عن المجلس الرئاسي الذي سيتصدر المشهد الحكومي في الفترة المقبلة بإذن الله.